في وقت تتجه أنظار العالم بأسره نحو رد إسرائيلي قريب على الهجوم الإيراني، تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن عرض أمريكي جديد لتل أبيب، مفاده إعطاء ضوء أخضر من واشنطن لعملية اجتياح رفح في مقابل اكتفاء إسرائيل برد عسكري محدود على إيران. صحيفة يسرائيل هايوم نقلت عن 3 مصادر إسرائيلية لم تكشف هويتها أن الإدارة الأمريكية أعربت عن موافقتها على خطط الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح، شريطة ألا تشن إسرائيل هجوماً واسع النطاق داخل إيران. ولفتت الصحيفة إلى أن الخطة الإسرائيلية التي عرضت على الإدارة الأمريكية بشأن رفح تضمنت عمليات لإجلاء المدنيين من خلال تقسيم المدينة إلى مناطق تحمل كل منها رقماً محدداً. يأتي ذلك وسط مؤشرات جديدة على قرب عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، حيث نقل الجيش الإسرائيلي وحدات المدفعية والقوات المدرعة مجدداً إلى قطاع غزة، فيما أعلنت وزارة الدفاع شراء 40,000 خيمة إيواء ستخصص للمدنيين الذين سينتقلون من رفح إلى مناطق في شمال ووسط القطاع.